صباح الخير البنات، بونجور لي زامي، جيسبر كو فوز الي بيان، ان شاء الله تكونوا بخير. اجوردي دو ما كوزين مونا كوكين جو في رياليزي لا روسيت دو الجاري الابيض القسنطيني. ان شاء الله اون فاغ اون اسبيس دو سوب او دو شوربا سون طوماط على فاسون كوستانتينواز. مرحبا بالجميع الجدد والقدم، بيان فينو ا توتي ا توس. Et j'espère que vous allez aimer mes recettes et vous allez les reproduire chez vous et les partager. Inch'Allah, les bénettes, il y a beaucoup de choses à faire ou partager avec vos amis. Le mot est le bénette. Aujourd'hui, je vais vous dire le jari al-qasantini, le jari al-abiyad, à la tariqa al-qasantini al-mahda. Inch'Allah, هذه تحضر لي شهر رمضان يا ربي نوصلوه لا فاقدين ولا مفقودين، وهي وصفه صحيه. باش نديروا الجاري البيض القسنطيني البنات خصنا الدجاج. انا اليوم عندي تاع الفخد، قطعت فخد وخص هو في الحقين دار بالدجاج واللحم تاع الخروف، ومن بعد نحطوا له الحرش، ما يسمى الحرش هما هذوك الكويرات تاع اللحم الملحيه. دونك اللي ما عندوش الخروف معليش تفاداو اللحم البقري باسكو يرد الشربه تاعكم تجيكم كحله، هذيك نسميوها شربه بيضاء. يخصنا نص بصله مفرومه دقيقه، يخصنا المعدنوس ضروري المعدنوس في هذه الوجبه، يخصنا حبه تاع قارص، يخصنا حبه بيض، الدويده ما يسمى في قسنطينه الدويده سي لا فيرميسيل، وغاردي با بوكو 2 ا 3 كويير. يخصنا فلفل كحل ابيض والسمن وقطيره تاع الزيت بيان سور الملح تاني. دونك تاخذوا كوكوطا عندكم ولا فيتو اللي عندكم، ونبداو نحطوا نص، انا نحط وقتاش الكميه مش كبيره بزاف البنات، حطوا عندي نص مغرفه تاع السمن، قاطي نص مغرفه تاع السمن هكذا، ونحط عليها شويه تاع الزيت باش ما يتحرقليش السمن. كي تحطوا الزبده ولا السمن البنات دائما حطوا قطيره تاع الزيت باش ما يتحرقلكمش، والماكله تجيكم بنينه والدجاج يجيكم محمر مدوغي على الكيف. حطيت الكوكو تاعي فوق النار، غاردي كيفاه داب السمن مع الزيت، ودركا جو في اجوتي البصل المفروم لونيون مي فينمون كوبي، parce que évitez de le mouliner parce que ça devient de l'eau et ça se vaporise et du coup vous ne bénéficiez pas de le goût de l'oignon. Elle a dit qu'elle venait mettre le hibch le basal terre comme قطعوه رقيق كيت لكن ما جاكم فيه الحبات قبل ما تحطوا الفيرميسيل صفيوه هكذا، لكن جاتكم الحبات تاع البصل باينين ما حبوش يروحوا يذوبوا قبل ما تحطوا الفيرميسيل صفيوا المرقه تاعكم، نحيوا لها هذوك الشوائب كامل، ومن بعد حطوا الفيرميسيل تاعكم. نزيدوا لها طريفه تاع اللحم هنا، حطيت شويه تاع الخروف صوص بق وشويه تاع الدجاج مقطع هنا، نحطوا الفلفل الابيض، الفلفل الابيض ماشي الكحل هذا باش ما تجيناش لاصوص طاش مو يا دي طاش نوار ديدون هذا، ونحطوا الملح كتصوش الملح طاش مازال الحمر حية نخدموها ونزخطرها الملح هذا سا سون ترو بون لو السمنه البنات لو يي خليها تقلى، ونروحو نوجدو هذاك الحرش تاعنا ما يسمى بالحرش وهما اللحم مرحية، نوجدوها نخليو اللحم تقلى مليح. اون بريبار نوتر فيون داشي لي بوليت نحضروهم ان شاء الله. غاردي حطيت هنا شويه بصل، ها غاردي مغرفة ابوبخي مغرف تاع ماكله تاع بصل مقطع رقيقه، لازم لنا دونك ان بوتيت اونيون لا مواتي فينمون كوبي، هذا لازم له بوكو دو بيرسيل، يحب هذا بوزوان دو بوكو دو بيرسيل سيت روسيت. اي سيل با بوكو نون بلو باسكو انا مدحنا ليه دونك الملح با
لو بوافغ بلون والفلفل الكحل. شوفوا في هذا ال هذه الاتاب لا فو بوفي ميتر ان بو دو شابلور او بيان ان جون دوف pour ramasser votre tout ça ensemble. Moi je vais rien mettre parce que il y en a qui mangent pas, il y a des allergies chez moi, donc j'arrête à ça. تاعي قاعده تقلع على نار هاديه ونبدا غادي il y en a pas beaucoup parce que c'est pour deux personnes qui تعودوا عائله حطوا الكميه اللي تسالمكم نختاش غير pour على زوج عباد لهنا فهمت صوه باش نعتلكم كيفاش ديروا ثاني فوالا عجنوها مليح دخلوا هذيك البصل والمعدنوس في وسطها ضروري البنات باش تجيكم بنينه بزاف فوالا لمها شكلت كويرات البنات وغاردي جي في دي بتيت بوليت افيك سكو جافي اي جو في لي ريزيرفي pour plus tard. Voilà. On revient à notre sauce. Regardez qui fait debet le bsal. Regardez. Debet. Tranquille. Il faut mettre un feu doux. Regardez. Voilà. Je laisse encore. حطيت الماء يسخن لازم تسخنوا البنات الماء مليح 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 pour باش تمرقوا. لازم il faut de l'eau chaude pour faire la sauce. Voilà, je laisse encore un peu le temps que l'eau elle soit chaude. Maintenant, on va mettre l'eau pour la sauce, pour faire la sauce. Regardez, je mets sur le côté. On rince jamais la viande. On met sur le côté, c'est de l'eau chaude. Voilà, et moi comme je vais pas faire une grosse quantité, je vais rendre zouj pour zouj abed. Donc tu vois, on n'ajoute pas la sauce. On ne doit pas doubler les doses qui déroulent la famille. Ha, quoi, le bel comme. حطوا صدر ولا زوج تاع الدجاج كاملين حطوا اللي حبيتوا انا نعطيكم فوالا انا حطيت نص سيطره تاع الماء هذا ما كان فوالا جو فير سا جو في كوفرير ما كوكوت اي جو لاس كوير ترانكيلمون فوالا جي اوفير لا كوكوت جو فيريفي ما صوص regardez le poulet est cuit, la viande presque cuite, regardez. C'est maintenant que vous devez rectifier l'assaisonnement. Donc moi j'ai goûté, c'est bon. هنا تقدروا تحطوا تعاودوا تفاقدوا في الملح الفلفل الكحل اللي كان خاصه حطوا ممكن à ce stade là on peut le mettre. Là on passe à aux boulettes de viande, regardez, on va les mettre comme ça. Mais tu as le marga berda qui te compte zidou le mama, tu as peut-être. Voilà, on fait ça. Vous attendez que la sauce soit comme ça, bouillonnante pour les mettre. Voilà, et je laisse cuire. On touche à rien, on les laisse comme ça. Mais faites tout rumch parce que ça va pas. فقدنا المرقه تاعنا وحطينا لها اللحر الشطيب هما لي بولات دو فيوند اون فيريفي لا صوص اون ريكتيفي لا سيزونمون اون راجوتي لي بولات دو فيوند مينتونون اون في لو بور لي لو ليان بور لي نوتر صوص ما يسمى بالعقده العقده باش نخثروا المرقه تاعنا ما تجيش الماء والزغلي كيما تقول الماء الله يرحمها باش نديروا هذه العقده لي في بور فير سا اي فو ان اوف لا فاسون تراديسيونيل هذه الطريقه التقليديه بيض صفار بيضة عفوا ونص حبة تاع القرفس وقصها بحداكم هكذا ونعصرها في البيض نتاعي هكذا استعملوا الماكينه اللي حبيتوا فاتسكو فولي اللي ما عندها حساسيه للبيض وما ولا ما عندهاش البيض هذا كي دير هذه الشربه هذه ممكن تديروا مغرف تاع الفارينه ما يسمى لو غو مغرف تاع الفارينه تحطوها في زوج مغارف تاع الزيت وتديروها وتخلطوها مليح مليح حتى تولي لكم سائله وحطوها في وسط الماكله تاعكم تجيب لينا لاباس عليها فهمتوا فوالا نزيدو نفاقدو في الجاري تاعنا شوفوا الحرش ما شاء الله طاب غادي ما حطيتلوش البيضه البنات فيه وهاو حاكم روحو لاباس عليه عجنوه برك مليح عجنوا اللحم مليح ما تسفكلكمش باسكو البصل فيها
فهمتوا؟ دونك هذه هاي ستيتس. وغادي واش راح نحط، رايحه نحط الفيرميسيل، الدويده اللي نسموها الدويده. ما تحطوش بزاف، مش مقارونه البنات، حطوا انا هذه في تاعي نحط هذا. ها شوفوا مغرف، ها مغرف زوج، مغرف ثلاثه، با بلوس البنات ثلاثه، ثلاث مغارف خاطرش ماهيش مقارونه هذه. راهي غير نقص الغاز، مانتونو نقصوا للغاز، حطوه متوسط في مويان وخليوها تطيب ترونكيلمون. اي توت فاصون هذه الجاريه البنات راهو ساهل ماهل بالمكونات، فاسيل ماشي موجودين في كل البيوت، راهي على يد الانسان، نستعملوه بنفس الطريقه وكل واحد كيفاه تجيه الشربه تاعو او الجاري الابيض تاعو. نتوما تبعوا الطريقه هذه وان شاء الله تنجحوا فيه ويجيكم عسل ريحته ما شاء الله البنات، والله ينحي على القلب. لو فيرميسيل ميزامي سا دور 5 à 6 minutes la cuisson، دونك عندنا 5 ولا 6 دقائق باش يطيب لنا هذاك الدويده. انا نسيت ما جبتش، ما نحيتش شويه تاع لاصوص. ريغاردي لي اون تران دو كوير، جو في اونلفي ريغاردي كو سا دو صوص كو جو في réservé, je la laisse refroidir et je vous montre ce que je vais faire avec. شفتوا لازم تنحيو شويه تاع المرقه تخلوها تبرد ونوري لكم. شوفوا البنات نوري لكم، سمحوا لي قبل ما نحط الدويده، avant de mettre le vermicelle j'ai retiré une petite louche de sauce que j'ai laissé refroidir. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Et ne regardez pas ce qui est autour, c'est d'autres plats. Je suis en train de cuisiner autre chose. Donc avec la sauce là qu'on a laissé refroidir, on va mélanger, on va mettre l'œuf, le jaune d'œuf avec le citron. Regardez, je le mets là-dedans. Le but de ça, c'est de ne pas faire cuire. Parce que si je le mets chaud, le jaune d'œuf, il va cuire. Et du coup, on va pas avoir un bon lien. Donc voilà. Pour éviter la cuisson. Je vais le rajouter à ma sauce. Regardez, on met la sauce. Voilà. On met la sauce. 5 مينوت دو كويسون، 5 دقائق البنات تاع الطياب ونخرجوا ونطفيوا النار. الشوربه تاعنا طابت البنات، نطفي عليها النار ونوري لكم التفاصيل لي دريساج. نوري لكم جو فيغيتي لو فو، جو فو مونتري لو دريساج. هاو البنات الجاري الابيض تاعي قسنطيني ساجي، حطيت له المعدنوس، ضروري المعدنوس البنات والقارص باش للتزيين، وتزيدوا قطيره تاع القارص في الشربه كي تعودوا تاكلوا فيها، وناكلوا في اهل قسنطينه مع خبز الدار. عندكم الوصفه تاع خبز الدار راني درتها لكم على اليوتيوب، ولا حبيتوا نذكركم بالمقادير في صندوق الوصف. فوالا مون بلا بري بور لا ديغوستاسيون. جي غارني افيك دو بيرسيل، il faut le persil obligé, plus du citron. Si vous voulez rajouter quelques gouttes de citron dedans, c'est mieux, c'est meilleur. Voilà, on le déguste avec du pain fait maison, خبز الدار ياكلوه مالين الدار ان شاء الله، ولا جربتوه تاكلوه بالصحه والهنا. وان شاء الله تحضيرات رمضان تكون تعجبكم، وتابعوني وتابوني في لاشين تاعي وتبارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم. هذا ما نطلب منكم. شكرا جزيلا ونهاركم سعيد البنات. جو سويت دو باسي اون تري تري بون جورني. نيزيتي با دو بارطاجي دو فوز ابوني دو بارطاجي دو لايكي لي فيديو. Merci et à très bientôt pour d'autres recettes.